السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ معكم حسين الغانمي، اليوم راح اشرح حل أسئلة الفاينل التجريبي مال مبادئ الصيدلة. نقول يا الله، عندنا بالشابتر الأول أنا قسمت الأسئلة على شابترات، كل أسئلة وشابترها. عندنا السؤال الأول يقول اثنين بالبسط على أربعة بالمقام يساوي لي 4/8. يقول هذا يعني راشيو خطأ. ليش خطأ؟ لأن الراشيو رمز مادته نقطتين، تمام؟ الراشيو رمز مادته نقطتين، بس نقطتين ويكون رقم نقطتين برقم ثاني، مثلا واحد نقطتين اثنين، هذا معناته بوحدة راشيو بس ما بيساوي يكون، فهذا فولس. طبعا هواي غلطانين بيه، انا طيب درجة واحدة عليه. السؤال اللي بعده يقول 15.5% means 15.5 على 100، صحيح، لان البيرسنتج معناته بير 100، تمام، لكل ماء. السؤال اللي بعده يقول اي بي يساوي لي سي، انه بهذه النقطتين دي، يقول هذا معناته بروبريشن، صحيح. ليش؟ احنا مو قلنا انه هاي النقطتين تعني راشيو، صحيح، بس اذا اجت بها يساوي وهم قيمة ثانية معناتها preparation. تقدرون تشوفون الملزمة وتتأكدون، لا تقولون من جبت هذا الحكي، تمام؟ شوفوا الملزمة مال الدكتور وتعرفون قصدي، تمام. السؤال اللي بعده طبعا سؤال الفاكسين، هذا السؤال مر علينا أكثر من السلام عليكم، طبعا حتى حفظنا الناتج اللي هو 2500 مللتر. ما بيشي سؤال أنا شارحه هواي، كلش هواي شارحه بالمحاضرات. السؤال اللي بعده يقول دي، انه بهذه نقطتين سي 4 نقاط، بي نقطتين اي، يقول هذا يعني راشيو سمبل، فولس. هذا الشيء يعني معناته البروبريشن، هذا الرمز يعني البروبريشن شباب، تقدرون هم تشوفوه بالملزمة. السؤال اللي بعده راح اشرح فكرته وهم بيشوا، طبعا الجواب راح يكون 2/10 ملي غرام. ليش؟ طبعا نسبة وتناسب كل شيء ما بيه السؤال، بس نركز على ملاحظة كلش مهمة هو ذاكرها بالسؤال. يقول إذا if an ophthalmic solution، هذا محلول ما أعرف ما العين ما أعرف، المهم هذا المحلول يحتوي على 1 ملغرام من هاي المادة، يقول كبريتات هاي المادة in each milliliter، تمام، of solution. قاعد يقول لي إنه هذا الـ1 ملغرام الكل 1 مللتر، تمام، هو مساوي للـ1 ملغرام للـ1 مللتر. ايش قد المللغرام الموجود بهاي الماده اللي هي الدكسترو، اعتقد ايش اللفظ ما ادري، المهم هذه الماده يقول would be contain، ايش قد المللغرامات اللي موجوده بالاثنين دروبس، تمام. يقول واذا عندك معلومه انه العشر قطرات لكل 1 مللتر، طبعا تصير نسبه وتناسب، بس هنا بدل ما اقول 10 قطرات لكل 1 ملتر، اقول 10 قطرات الواحد لكل 1 ملغرام، لان 1 ملغرام يساوي 1 ملتر، المعلومه فوق ذاكرها. واحل طبعا نسبه وتناسب كل شيء ما بي، راح يطلع الناتج 2/10 ملغرام. السؤال اللي بعده طبعا ثرو يقول لي النتيجه 7 × 10^7 ضربها انه 3 × 10^3 راح يطلع لي 21، لان عند الضرب تجمع الاسس، ف 7 + 3 = 10. السؤال اللي بعده تقسيم، هم صحيح 6 × 2 = 3، 10 × 10 = 2 = 8، لان عند القسمه تطرح الاسس. السؤال اللي بعده يقول the rules of rooting، طبعا هذا الرودينج، تمام، هذا انا قلتها حتى بالمحاضرات انه هذا ما موجود نصا بالمنظمة مال الدكتور، بس اجى بالمد، اوكي، اجى بالمد، فانت مطلوب، هذا مطلوب عليك، لازم تعرف هذا السؤال. يقول قانون الرودينج الفارمسي يعني جامبينج رانينج خطأ، اعتقد هو معناته اقل من 5 او اكثر من 5، هذا القانون الاصلي مالته، فانتم مطلوب هذا عليكم. تشابتر 2 يقول ان فارماسيتيكال preparation of partly slow-pulled drug particle we can reduce there. هذا الجواب صحيح،
هذا بالنانو، انا شارح موضوع النانو، شارح بالتفصيل طبعا. هنا قاعد يقول لي انه هذه الجزيئات احنا من نسوي هالجزيئات اصغر، يقلل حجم مالتها، وبالتالي شو اسمه تزداد المساحه السطحيه، وش اسمه تزداد الاسلوب اللي القابليه الذوبان. صحيح تقدرون تشوفون الشرح مالتي كلش واضح السؤال. يقول من انت تريد تحول هذا البرودكت المنتوج كونسنتريشن 1 جرام لكل 250 مللتر، 1 جرام الكل يعني 1 غرام لكل 250 مللتر، الى 1 غرام لكل مللتر. يعني ايش راح تسوي؟ راح تضرب الواحد في 1000، راح يطلع لي 1000 ملي غرام لكل 250، 1000 تقسيم 250 راح يطلع لي 4 ملي غرام لكل 1 مللتر. انا ايش كاتب لك بالناتج؟ كاتب لك 3 ملي غرام لكل 1 مللتر، ففولس. تمام، فولس، هي ما بيشي بس تحويل. طبعا هذا السؤال لا تقولوا لي منين اجى، هذا السؤال اجى فاينل بس انا غيرت به، هو كان ناتج 4 سويت 3. يقول سي ال ان فارمسي مينز انترناشونال سيستم اوف يونتس. صحيح، اوكي، هذا معناته اليونت، سي ال رمز اليونت. السؤال اللي بعده يقول من احنا نريد نقلل حجم الادراك بارتشل، هذا يؤدي الى يعني نقصان السلوبلتي او يغير التست. خطا، تمام، هذا خطا. هم هذا موضوع النانو تشابتر رقم 2 تقدرون تشوفونه، انا هم شارحه. هذا السؤال هم ما بيشي، هذا السؤال الجواب مالته 100 يونت، تقدرون هم شارح انا هيك اسئله. يقول انت عندك 1000 يونت من الفيتامين اي لكل 1 ملي لتر، تمام. يقول هاو ماني يونت من الاي المفروض ننطي 2 دروبس، ومكمل يقول اذا 20 دروبس لكل شو اسمه مللتر. معناته انا مو قلت انه شو اسمه الالف يونت لكل واحد مللتر، انا راح اساوي الالف يونت بال 20 دروبس، وهو شرايد هاو ماني يونتس، هاي اللي هاو ماني يونتس الاكس تساوي لي 2 دروبس، واحل نسبه وتناسب راح يطلع لي 100 نسبه وتناسب، كل شيء ما بيه بس اركز. هذا السؤال ايش بيقول؟ اذا ننطي انترفيرسلي فلويدز يعني دليفر 20 ملي جرام اوف ميديكيشن تو بيشنت بي اورز. يقول عندك انت 20 ملي جرام بالساعه الواحده، يقول هاو ماني ملي جرامز بالدقيقه الواحده، تمام. هذا ال 20 الساعه الواحده اضربها في 60 راح يطلع لي 20 ملي جرام لكل 60 منت. ايش قد رايد هو هاو ماني ملي جرام للواحد منت؟ نسبه وتناسب راح يطلع لي الناتج هذا اللي هو 33%. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده هم واضح هو ما بيشي وحاله اني همه. يقول انت عندك الكسير من كبريتات الحديد، اوكي، عندك الكسير اعتبره بطل، هذا الكسير خفت ما تعرف شنو الكسير، اعتبره بطل هذا مال كبريتات الحديد ب 200 ملي غرام من كبريتات الحديد، اوكي، ب 200 غرام 200 ملي غرام. يقول ب 200 ملي غرام الكل 5 ملي لتر، متفقين؟ 200 ملي غرام لكل 5 ملي لتر. يقول اذا انت عندك بكل 1 ملي غرام، تمام، بكل 1 ملي غرام من كبريتات الحديد، خلنا نوقف، شنو قصده؟ انا مو قلت عندي 200 ملي غرام من كبريتات الحديد، يقول اذا بكل 1 ملي غرام، اذا بال 1 ملي غرام من هاي ال 200، من هاي ال 200 عندي اني 2 بالعشرة من عنصر الحديد اليمنتس ايرون، اوكي. يقول ايش قد المليغرامات مال الحديد الموجوده بال 5 مللتر من الاكسير؟ معناته قصده شنو؟ احنا مو قلنا انه هاي ال 200 مليغرام من كبريتات الحديد الكل 5 مللتر. يقول اذا بكل واحد مليغرام من هاي ال 200 موجود 2 بالعشرة عنصر حديد، ايش قد المليغرامات مال الحديد؟ اقدر شو اسوي؟ عندي طريقتين، يا اما نسبه وتناسب، يا اما اقدر اقول يعني اوريدي حل، اوريدي يعني حل جاهز، اقول 200 هاي ال 200 في 2 بالعشرة راح يطلع لي 40 ملي غرام. راح تقول لي ليش؟ مو قاعد يقول بالسؤال، قاعد يقول تعدك 200 ملي غرام من كبريتات الحديد، وبنفس الوقت قاعد يقول لي اذا كل واحد ملي غرام من هاي ال 200 موجود عندك انت 2 بالعشرة ملي غرام من عنصر الحديد، ايش قد ملي غرامات الحديد الموجوده بال 200 هاي؟ هيك قصدي. فالسؤال كلش واضح، بس يراد لك انه تركيز شويه، يراد لك تركيز شباب من تحلون.
السؤال اللي بعده طبعا نصا حتى ما داعي احله، جواب 3.33 لتر نصا، هذا موجود. السؤال طبعا اسئله الشابتر رقم 3 راح ندخل بها، يقول الاختصار abbreviation used in a prescription signature means rise direction on the label. صحيح ان السيجنتشر تكتب اللي على الليبل مال الدواء. صحيح جوابه صح. الار اكس مين لاتي ريسيبي معناته ديسبنس. خطا شباب، الار اكس مو معناته ديسبنس، معناته تيك يو، اوكي اخذ. فهنا هذا السؤال هذا اجى بالمت واجى بالفاينل، بس انا غيرت بي. طبعا كان حله خطا. ليش؟ شو يقول هنا؟ The prescription usually made for of four parts which include، يقول انه الوصفه تتضمن اربعه اجزاء. تتضمن شنو؟ السوبر سكريبشن. شنو معناته السوبر سكريبشن؟ معناته الار اكس، السبسكريبشن والانسكريبشن. وايش موجود؟ كان انفورميشن، الانفورميشن مال قولوا ياي مال البيشن، تعتقد معلومات المريض. خطأ كان. بس انا ايش كتبت دايركشن تو ذا بيشنت. شنو الدايركشن تو ذا بيشنت؟ هي مرادف لكلمة ساجناتشورا، فصح الحل. معناتها هي الوصفة تتضمن سوبر سكريبشن، ساب سكريبشن، انسكريبشن، ساجناتشورا. تشوفونها المحاضرة رقم 3 انا شارحها بالتفصيل. السؤال اللي بعده يقول اكو ثلاث اسماء للدراج، ساينتفك والترايد والكيميكال ستراكشر. صحيح جوابه صح. السؤال اللي بعده شباب، مجرد ترجم هذا الكلام انه اف تي ميكس ميك. طبعا هاي السب اكو شباب يقولون ناتج فوس يا بليش، انه هذا السب يعني شلون معلق وانت كاتب باكيت، فانا ما عليه بهذا الحكي. تمام اجى هو بالميت، اجى بالميت جوابه فولس. ليش؟ لأن هو كاتب هنا 10 أو 11 XII معناته 12. أنا كتبت لك make 12 باكيت means يعني معناته أصنع 12 باكيت. تمام بالفاينل كاتب هنا XII 11، هنا كاتب 12 ففوس. بس أنا كتبت لك إياه هنا 12 وهنا كتبت لك إياه 12، معناته ترو. بس أنا ما علي بهذا المعلق وباكيت، أنا شو علي به؟ أنا قصدي بالرقم. فلاحظوا على هذا السؤال، انتبهوا علي. طبعا هو نصا جاي نصا، بس الرقم اختلاف بالرقم، أنا غيرت فرس بالرقم. هذا السؤال يقول some other examples of prescription direction to the patient. يقول هذه GTT اللي هي مال قطرة العين، II معناتها 2، right I every يعني قبل الجسم يعني بالفطور، which means install two drops in the right eye every evening. خطأ، المفروض بالصباح، فهذا false. يقول scientific quantity أو sufficient quantity to make، أنا كاتب لك to make، الميك يعني AD، ف QSAD معناته هذا الجواب. اللي بعده طبعا هاي أرقام يونانية ما داعي أشرحها، بس الجواب هنا راح يكون 367. وهذا السؤال هذا الجواب هم راح يكون 1655. هذا السؤال هم ما راح اشرحه، لان شرحه بالتفصيل الممل، جبته نص اناني شرحه بالتفصيل الممل على قناتي. جواب مالته 7.2 ارام، حتى هو موجود نصا يعني. شابتر 4 يقول substances that have a specific gravity، يقول المادة اللي عندها specific gravity اقل من واحد هاي اثقل من الماء. خطا، هاي تكون اخف من الماء. السؤال اللي بعده specific gravity يساوي للweight of substance على weight of equal. صح تمام. هذا destiny mass per unit weight. خطا، هذا المفروض volume. تمام السؤال اللي بعده انه الماده اللي عندها specific gravity اكبر من واحد هي later هي اخف. خطا، هي اثقل المفروض. انا غيرت بيهن، سويت اثنينات الخطا. يقول the percent يعني الويت على الفوليوم، معناته الويت على الفوليوم percent. صح. specific gravity is used بالurine analysis يعني بتحليل الادرار and
العوامل البيشنت مثل شو اسمه مرض السكري الكاذب والرينال ديزيز امراض الكبد. صح، موجود نصا هذا. يقول بيكنوميتر سبيشال جلاس بوتل يوز تو ديترمين سبيسيفيك جرافيتي اوف ليكويد. صح، بس اقدر اغير لك ترى، انتبه. يقول تي بي ان اللي هو هذا الجهاز اللي ذكرت انا بالمحاضره رقم 4، هذا اللي يحدد لي المكونات بالجسم مثل سكر الجلوكوز وسكر العنب. هذا موجود شباب مو بالسبيسيفيك فاليوم، موجود بالسبيسيفيك جرافيتي. فانا غيرت، كتبت سبيسيفيك فاليوم ففوز. اللي بعده يقول ارخميدس بوت ارونج ثيرو، يعني او ثوري ما اعرف ايش اعتقد لفظه. المهم انه الارخميدس وضع نظريه خاطئه لقياس او يعني الفرق بين الفاليوم للحجم مال الماء. خطا، هو وضع يعني نظريه صحيحه. يقول لحساب السبيسيفيك جرافيتي اوف ليكويد ديترمينيشن او ديترمينايت باي ديسبليس اور بيلمنت ميثود از بيسك اون ارخميدس برينسيبل. صحيح، اوكي. طبعا نصا موجود، جبت نصا بالملزمه. يقول ديستني يساوي للماس على فاليوم ملي لتر على ملي لتر. شباب خطا، مو ملي لتر على ملي لتر، ملي غرام لكل ملي لتر. اوكي ففوز. السؤال اللي بعده طبعا ما داعي احله لان انا حالي اصلا الجواب مات بس 9.2 كيلو غرام حالا نصا. هم هذني اسئله نصا، كل النص هذا الجواب مات 0. يعني 7716، والسؤال اللي بعده 38.8 هم نصا جبته. ما بي شيء سبوت تناسب. تشابتر رقم 6، نبدا بتشابتر رقم 6. يقول ملي غرام برسنتج مين 1 ملي غرام ان 150 ملي لتر اوف سولفنت. خطا، ليش؟ يعني هو قاعد يقول لي برسنتج، يعني 1 ملي غرام لكل 100 ملي لتر، انا كاتب لك 150 ففوز. solution of gases liquids percent weights and volume. صحيح، تمام، هذه موجوده في المحاضره رقم 6 انا شارحها. percentage means right in 100. صحيح، موجود بس بالفاينل جابه peer in 1000 الف. خطا، تمام. هذا السؤال نصا جوابه شو اسمه 5%، فما داعي احله وما داعي احكي عليه اي شيء. السؤال اللي بعدها بنصا بس كله غيرت بالارقام، جوابه الف ملي لتر. السؤال اللي بعده جواب 2 بالعشرة، العفو 8 بالعشرة بيرسنتج. السؤال اللي بعده هم قلت لك كلهن نصا هذين جبتين 12.5 غرام. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده شباب، هذا انا شرحته بالكيس بونت. اوكي الكيس بونت شرحته بالكيس بونت، تقدرون تشوفوه بالقناه مالتي بالكيس بونت. دقيقه فارمازيت برينسيبال فارماسيست، هذا شباب شارح الكيس بونت بالتفصيل الممل يعني. اوكي حتى مركز على هذا السؤال. هذا السؤال انا طالب منك النقطه الثانيه اللي هو ماني ملي لترز اوف حقنه الهيدروكروتوزون، تمام، اللي توفر لي نفس الكميه الصحيحه من الهيدروكروتوزون. فش اسواني، راح اطلع كميه الهيدروكروتوزون منه نوب استخرج، يعني اسوي خطوتين. اوكي فما بيش السؤال، مغير لك بالارقام بس الجواب مالته اللي هو النقطه الاولى. هذا السؤال طبعا هم نصا جوابه راح يكون 1 على 5000. هذا السؤال هم نصا جوابه 16% غرام. شابتر رقم 7. السؤال اللي بعده يقول the dose of drug is the quantity of amount administered تعطى للمريض الغرض تأثير طبي. صحيح، total dose the amount taken at one time. خطأ، الجواب الصحيح انه تاخذ خلال كورس كامل. The dose of drug based in biochemical or pharmacological صحيح activity.
هذا السؤال هم صحيح. طبعا الدكتور قاعد تركز عليه، دراج does it should be above، اعلى من هذا ال MEC واقل من ال MTC، تمام. فجواب صح. طبعا بالنظام العالمي انه تقريبا ال 20 دروبس تساوي له 1 ملتر، انا كاتب لك 2 ملتر ففوس. هذا السؤال ما بيشي نصا، فما داعي شرحه، جايبه نصا وشارحه، جوابه راح يكون 7.5 دروبس. السؤال اللي بعده 4 دروبس، والسؤال الاخير راح يكون 5 مليغرام او 5 مليغرام و 100 مليغرام. فهاي الاسئله يا شباب، يعني اتمنى استفاديتوا منها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.